الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد المرسلين. ينظم المعهد العالي للصحافة والاتصال بمدينة الدار البيضاء دورة تكوينية لفائدة مجموعة من الطلبة والمتخصصين في مجال الإعلام السمعي والبصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، من تأطير مجموعة من الأساتذة أستاذ طلحة جبريل وأستاذ سعيد بن الفقير والدكتور بالقاسم السهلي. وتأتي هذه الدورة التكوينية في ختام السنة الدراسية الجامعية من أجل تطوير مهارات الطلبة واكتشاف مهاراتهم في مجال التكوين الإعلامي وفي مجال التواصل، في مجال الاتصال أيضا، ومن أجل تعزيز القدرات ديال الطلبة لكي يرغبون في متابعة دراستهم في مجال الإعلام والاتصال.